فضيلة الشيخ وفقكم الله، السائل الذي نسي السجدة في السفر يقول هل أعيد الصلاة مع أنني قد سجدت ولم آتي بالتشهد الأخير؟ نعم، تعيد الصلاة لأنك تركت ركن وهو التشهد الأخير، تركته. من ترك ركنا فإن كان الوقت قريبا أتى بركعة كاملة، وإن كان بعيدا فإنه يعيد الصلاة من جديد. نعم.